وفاة مخرج باب الحارة بسامة الملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الأعزاء هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم توفي المخرج بسامة الملة وفق ما أعلن الحساب الرسمي لنقابة الفنانين فرع دمشق فيسبوك وجاء في الإعلان فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسامة الملة ونعت الممثلة أمل عرف زميلها الملة وكتبت الممثلة شكران مرتجى لأغا الأستاذ بسام الملة في ذمة الله إن لله وإنا إليه راجعون وفاة المخرج السوري بسام الملة عن عمر ناهز الستة وستون عام حيث نعته نقابة الفنانين في سوريا اليوم السبت بسام الملة بسام الملة من مواليد عام 1956 مخرج سوري قام بإخراج مسلسلات سورية إن لله وإنا إليه راجعون كل من عليها فان وفي المعلومات الأولية توفي الراحل في منزله في بيروت بعد مضاعفات مع مرض السكري وفي حال إتمام الإجراءات اليوم سيتم الدفن غدا في دمشق إن لله وإنا إليه راجعون سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون كتبت ماغي وغصن عبر تويتر أستاذنا الغالي بسام الملة الله يرحمك ويسكنك فسيح جنات انا لله وانا اليه راجعون اعزائي المتابعين كان هذا نهايه خبرنا لليوم اشكركم علي حسن المتابعه دمتم بامان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته